في مجال الطب بالذات كل يوم في حاجة جديدة بتتطور، وفي بعض الأمراض اللي تعتبر أمراض مستعصية أو هنقول لحد دلوقتي علاجها أو تفاصيلها لسه الطب بيجري وراها ولسه العلم بيدور على حل وعلاج. في هذا الإطار أقيم مؤتمر الجمعية الدولية للأورام 14 برئاسة الأستاذ الدكتور هشام الغزالي أستاذ علاج الأورام ورئيس مركز الأبحاث بجامعة عين شمس، وبرعاية وحضور الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزارة الصحة والسكان، والدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس. وكان بيشارك في المؤتمر ده 12 جمعية عالمية، من بينها الجمعية الأمريكية للأورام إسكو، والجمعية الأوروبية للأورام النسائية، والجمعية الأفريقية للأورام أورتك، والجمعية الأوروبية لعلاج الأورام. المؤتمر كان مؤتمر دسم في أحدث ما توصل إليه العلم الحديث. أتمنى إن التقرير يعجبكم، نتفرج عليه. السنة دي المؤتمر 14 أو 14 اللي احنا بنحضره كل سنة، بس السنة دي في أو هذا العام في تيمة جديدة أو محور جديد، هو العلاج المناعي اللي كان موجود أصبح في محور آخر منه أو مولود منه، هو العلاج أورام الرئة بما يسمى سرطان الرئة، الاكتشاف المبكر واضح هيبقى على طاولة الأبحاث، والعلاج المناعي اللي هو عمل طفرة شديدة جدا في الإقلال من الوفيات في من سرطان الرئة، والعلاج المهدف اللي هو مبني على طفرات جينية بتحليل معين، وعمل برضو طفرة شديدة جدا وملحوظة جدا سنة 21 نسبة الوفيات قلت من سرطان الرئة. في عندنا 300 جلسة علمية على مدى اليومين هيتم في مناقشة جميع نواحي المتعلقة بالأورام بتاعة الثدي والجهاز التناسلي للأنثى. في عندنا من ضمن الحاجات المهمة جدا بالنسبة لنا في الستات، يعني في جلسة مخصصة للوقاية من سرطان عنق الرحم وتقليل حدوث هذا السرطان اللي يعتبر علاجه من ضمن الحاجات الصعبة اللي بتكتشف في مرحلة متأخرة، ونتائج العلاج عامة ما بتبقاش بالشكل المرضي عامة. في بعض الأطباء بيكسلوا ان هم يطلبوا فحوصات كثيرة للمرضى على اساس ان هو لا يثقل كاهل المريض بمين بأعباء مادية كثير، انما لا، ده عبء مادي لصالح المريض عن طريق ان هو يطلب اشعه، ووجود الاشتباه في الاورام عن طريق برضو الفحص الاكلينيكي ممكن يعمل مناظير للصدر، لان دلوقتي منظار الصدر ممكن يساعدنا كثيرا في ان انا اقدر ان انا اشوف بعض الاماكن اللي هي قد تتحول فيما بعد فترة سنة أو سنتين إلى أورام حقيقية، وبالتالي وجودها دي ممكن يبقى عندي علاج مناعي أو أتدخل وأخذ منها عينة وأقدر أن أشخص وأقدر أن أقول للمريض بعض الأجزاء الوقائية بالنسبة لي. وبالتالي كان شيء مهم أن يبقى دلوقتي موجود في الكيان الطبي، بيساعد في وقت قصير أنه عن طريق أشعة الماموجرام واللي هي أشعة الأكس راي للثدي أنه يكشف على التغيرات البسيطة اللي ممكن تؤدي بعد كده لسرطان الثدي، وبالتالي بتوفر من الوقت للمريضة وكمية فحوصات كتير وكمية قلق منها بدون داعي، بيبقى بطريقة بسيطة بيعمل سكاننج للماموجرام وبنقدر نحدد بمساعدة طبعا خبير طبي، لأنه ما ينفعش يشتغل لوحده، اللي بيدخله الإحداثيات هو إحنا الدكاترة، إن نقدر نفرق إذا كان فعلا المريضة دي مريضة موجهة يبقى لها سرطان ثدي، أو إن مجرد التغيرات اللي موجودة عندها في الثدي حتى لو كان شكلها مشوه أو تكلسات شكلها مريب، انها مجرد مشاكل نتيجه التهابات كانت عندها قبل كده او لاورام حميده. الملخص ان هيبقى في مثلا خمس انواع جديده او خمس علاجات جديده ستطرح لاول مره في علاج اورام الثدي ثلاثيه السلبيه واورام الثدي المنتشره واورام الثدي المبكره واورام المبيض واورام عنق الرحم واورام الرحم واورام الرئه. كل هذه الأنواع من العلاجات الحقيقة
بتفكر يمكن الفكر او التارجت الرئيسي او الهدف الرئيسي هو نسب شفاء اعلى باثار جانبيه اقل بكثير جدا. بنحاول قدر المستطاع البعد عن العلاج الكيميائي قدر المستطاع.